السلام عليكم اخواني، كنرحب بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نعملوا واحد الاختبار، واحد التيست مع بعضياتنا على روتر دي لينك جي 24 52 جي اي. هذا الروتر هذا كيعطيوه هنا في العروض ديال ا دي اس ال، الشركات ديال الاتصال كيعطيونا هذا الروتر. هذا الروتر هذا صراحه ما باش مزيان، الناس اللي كيقولوا عليه عيان، هذاك الخط ديالهم مدقدق، انا كنخدم في الخط ديالي مزيان. اليوم غادي نعملوا اختبار عليه، واش يمكن لينا نجبدوا الكود هذا الروتر هذا عن طريق الادوات اللي ربما تكون بسيطه سهله اي مبتدئ يقدر يعملها. وغادي نهضروا على الطرق اللي هي متقدمه يعني محترفه، واخا ما نتستيش بها اليوم، ولكن غادي نوريكم كيفاش تسيكيريزيو راسكم فيها. حنا جبنا الفا الفا، بزاف ديال الناس عندهم معلومات عليها بانها هي اللي كتخترق ولا هي اللي كتبيراتي، هي اللي كتجبد الكود. الفا ما عندها حتى شي علاقه، اللوجيسيال هو اللي كيعمل الخدمه كامله. اما الفا فاش كتعاون، كتعاون في حاجه واحده، هي انك تقوي الاشاره حتى الشبكه ديال الواي فاي المستهدفه كانت بعيده، كتخلي ان الباكت يوصل ويجي بامان وبسرعه. وان شاء الله غادي يكون هناك بزاف ديال الشروحات على الهواوي زي تي او، حتى هو غادي نعملوا شروحات عليهم حتى هما، كيفاش يمكن لينا نخترقوهم، وكيفاش يمكن لينا ان نجبدوهم الكود الواي فاي ديالنا، وكيفاش يمكن لينا اننا نسكريزيو راسنا باش حتى واحد ما يدينا الكود ديالنا. واذا كنت باغي تجرب التيست على شي روتر، كتب لنا في التعليق، ان شاء الله نحاول ما امكن نوفروا ديك الروتر ونجيبو ونتستوى عليه ونعملوا عليه شرح. كنتي مهتم المواضيع ديالنا، ابقى معنا الى النهايه. قبل ما نبداو الاختبار ديالنا، فاصل اعلاني صغير الاخوان ديالنا، عندنا واحد الموقع كيبيع اكتيفاسيون ديال الويندوز بارخص ثمن، وزائد عندي كود برومو اللي هو بروغرافور، يمكن لكم تستعملوه باش تشريو اكتيفاسيون ديال الويندوز 10 ويندوز 11 سواء هوم ولا برو، حتى كاين الاوفيس حتى هو كيبيعو بارخص ثمن، ويمكن لك تستافد من التخفيض ديال 25% عن طريق كود برومو اللي غادي تجبرو في الوصف. نمشي مباشرة للحاسوب ونبداو نجربو التيست ديالنا. كما كتشوفوا الاخوان ديالنا على الحاسوب، نشوفوا واش الواي فاي طالع لينا. كما كتشوفوا هنايا دي لينك جي 42 52 جي اي تيست، كنصيفط فيه التيست باش نعملوا عليه الاختبار. حتى زي تي او ديال اش 200 مواجد موجود الفيديو ديالو باش نعملوا حتى هو التيست، وحتى الهواوي كذلك. حنا غادي نبداو بالدي لينك. كما كنشوفوا انا حاليا ما متصلش به، متصل بالروتر. نمشيو نشوفو الروتر، ندخلو الروتر ديالنا 192 نقطة 160 نقطة واحد، ندخلو نشوفو واش كيما كتلاحظو انا مكونكتي مع زي تي او، ماشي هو عن طريق الكابلي، ماشي بالويفي. الويفي مكونكتي مع حتى شي روتر حاليا. المهم بالنسبة لواحد المعلومة، بالنسبة للويفي سلاكس، نهضرو على ويفي سلاكس. ويفي سلاكس هو واحد النظام او واحد تولز، نقولوا عليه نظام لانه كيشغل لنا الادوات ديال هذه. بزاف الناس كينقدوني، لا ماشي نظام، لا هو مجرد تولز، ما خليو هذه النقطه جانبا. هذا الويفي سلاكس كاين نسخ اللي هي فيها الثغرات ديال الوي بي اس، وفيها ادوات، يعني الادوات ماشي تعرف الادوات اللي كنا نجبدو عن طريق الويب من غير الويب بي اس. كنا كنعملو نكليكيو على الابداء او الكالينكس مكتوبه هنايا، ما شنيش الكي، غادي نمشيو للويفي سلاكس هنايا، وكنمشيو للادوات اللي هي هنايا ديال الويب بي اس. هادو كاملين كنجبدو من الويب بي اس، يعني هنايا ملي كنقول الويب بي اس كنجبدو غير عن طريق الويب بي اس. الا بغيتي عن طريق الويب بي اس مسدوده، كنجيو لهنايا كنشوفو الثغرات. كما كنشوفو هنا لانسيد ولا فليكسيون ديال ايفيل توين اتاك، كما كتشوفو الاخوان ديالنا. حنا ما غاديش نهضرو على النقط دابا حاليا، غادي نهضرو على الاتش تي تي بي بريكر. هاد النسخه هادي، هاد الاداه هادي مابقاتش كتجي في ويفي سلاكس الاصدارات الحديثة. علاش؟ لي روتور مؤخرا مابقاوش كيتضربو عن طريق الويب بي اس، واخا الويب بي اس من اكتيفيا ما كيتضربوش. بالنسبه للادوات اللي احسن من هذه الاداه هذه، كاينين في النظام ديال الويندوز اللي هو الدامبر وايركاس. نخدموا بالدامبر هو الاولاني، نشوفوا واش غادي يجبد لينا الكود ديال الديلينك. كما كتشوفوا
غادي نسكانيو لي ويفي اللي عندنا كما كتشوفوا هذا الويفي اللي طلع. غادي نمشيو للويب بي اس هنايا غادي نعاودو سكان كما كتلاحظوا هنايا كيعطينا بان البين طالع البين ها هو طالع هنايا يعني اكسب. غادي نكليك على جيم ستار وغادي نشوفوا واش غادي يطلع ليا هذا الكود هذا. كما كتلاحظوا كيخدم اوتوماتيكمون كما كتلاحظوا ما كملش حتى 10 ثواني ما شو الديلينك سبيراتا في 10 ثواني كما كتلاحظ ها الاسميه ديالو ها الكود اللي عمل كود انا ديلينك بروغرافر هذا هو الكود اللي عملت فيه بالدامبر 10 ثواني كيفاش غنسدو هاد الثغره هادي كيفاش غنسيكيريزيو راسنا بقاو معنا بحق ما تنجربوا الطريقه الاخرى اللي هي عن طريق الويركيت. صراحه عن تجربه جاني الدامبر احسن من الويركيت واركوت صراحه ما تكل شويه العملو سكان الاخوان ديالنا وغادي نشوفو الويفي اللي غادي يطلع لينا كما كتلاحظوا طلع لينا هو بعد ما عرفتش هاد الويركيت عندها مكسوله وغادي نشوفو واش غادي يطلع لينا البين كما كتلاحظوا ها هو البين طلع هنا كما كتلاحظوا البين طلع ها هو طلع بين هنا البين وغادي ننتظروا شويه الوقت باش يطلع لينا الكي هنا كي نتورك كي مادام الاخوان ديالنا طلع لينا البين الا لو كنت كيطلع بالزربه اذا هنايا في هذه الحاله هذه خصنا نسدوا الويب بي اس وزائد نعملوا الكود ديال الويفي يكون شويه صعيب ومعقد بس يعني ما تقوليش لا حنايا في الدار حنا لا كيكون الكود يكون صعيب ومعقد علاش كاين الناس اللي كتجبد الهاندشيك هاندشيك هو واحد الملف كيكون فيه كود مشفر كود مشفر ما كيفكوا له التشفير كيطلعوا الكود تقول لي كيفاش يطلع هذا الهاندشيك هذا الهاندشيك شنو هو كيفاش كيعملوا كيستهدفوا الاجهزه المتصله كيفاش بحال انني كنطلق واحد الويفي بحال الويفي ديال بالاسم بالادريس ماك بكلشي وفيه كانه فيه كود من بعد كيتصل بالهاتف ديالك اللي متصل بالروتر يتصل به كيقول له انا هو الروتور فلان فلان انا هو الروتور دي لينك جي 24 52 جي كنت مكونكتي معايا ودابا عطيني الكود باش عطيني الكود باش نخليك تتصل معايا الهاتف شنو كيعمل كيعطيه كود مشفر كياخذ ديك البرنامج ديال اللي كيجبد به الهاندشيك كياخذ ديك التشفير كيعملو فواحد الميله كي تقول الناس اللي كيعملوا كيشبوا داك التشفير هذاك من بعد كيمشيو للمواقع ولا الادوات اللي كيفكوا التشفير الا كان كود سهل فيه غير الارقام ولا فيه غير سميه خفيفه ولا شي حاجه بحال هكا كيتضرب بالزربه السميه خصها تكون طويله وخصها تكون فيها مثلا الاروبات زائد ناقص نجمه واحد جوج مثلا 2030 السميه مثلا نعملوا بروغراف ونعملوا بي كبيره والجي كبيره والاف جي كبيره وعاد الحروف الاخرين صغارين كنعقدوا كلمه السر باش كيكون التشفير ديالها صعيب وكل ما طولت كل ما كيكون التشفير ديالها صعيب يعني الموقع هذا ياخذ ساعه ساعتين نهار يومين ياخذ شهر شهرين حتى مول الانسان اللي بغي يدي لك الكود الويفي ديالك غادي يمل ما يسمح فيه صافي يقول هذا ما يسبيراطاش لان الويب بي اس ديزاكتيفي وزائد الكود صعيب يعني واخا كيجبدو عن طريق الهاندشيك ما كيقدرش يفكو يعني هادشي اللي كاين اذا الروتور ديال الدي لينك كيتشفر يعني كنقول له يمكن نجبد له الكود ديال الويفي في حاله ما اذا ما سديتيش الويب بي اس وما درتيش الكود صحيح وكما كنشوفوا في الشاشه مازال اللوجيسيال كيتقاسم باش يطلع لينا الكود ما نبقاش نخليو اللوجيسيال يتعدى نعملو ستوب وغادي ناخذوا هاد البين وغادي نسدوا اللوجيسيال ديالنا وغادي نفتحوا جيم ستارت وغادي نعملوا نيكست وغادي نعملوا ندخلوا حنايا البين مانويل هنايا وغادي نعملوا نيكست وغادي يطلع لينا سميه ديال الويفي ديالنا وغادي نعملوا نيكست وغادي نخليوه يتضرب بهذه الطريقه هذه بسيطه غادي ننتظروا واحد بعد ثواني وان شاء الله غادي يتضرب
نخليو اللوجيسيال ديال جيمستر انه يعمل الخدمه ديالو، وغادي نكونيكتيو الروتر بالكابلي وندخلو الروتر ونسدو الثغره ديالنا كما كنشوف. غادي نخليو اللوجيسيال كما قلنا، غادي نمشيو للوجيسيال بدلنا من برونشيناه مع الكابل كما كتلاحظوا، دخلنا للروتر والجيمستر مازال خدام مسكين، يقدر ياخذ شويه الوقت على حسب، لان دامبر صراحه خدم خفيف. غادي ندخلو للروتر ديالنا عن طريق هاد الاي بي هذا اللي عندنا هنايا، لوغ ان كما كتلاحظوا حنا دخلنا للروتر عن طريق ار جي 47. باش نسدو الثغره ديال الويب بي اس غادي نمشيو للسيتينغ وغادي نمشيو للويريليس كما كتلاحظوا، غادي نمشيو لادفينسيد هنايا 2.4 وحتى 5 جي حتى هي خصك تمن نفس القضيه، وي فاي بروتيكتيد انابليد كما كتلاحظوا، غادي نعملو لها ديسابل هنايا، الواير كوس ديالنا غادي يكون الدق غادي يسد، وكذلك ومثال في تسد الثغره ديال ديال الويب بي اس حتى في 5 جي بهذا الشكل هذا، لان اصلا انا مديزاكتيفي 5 جي فلهذا انا سدت الثغره هكا بهذا الشكل هذا، وغادي ندير هنايا سايف صاف صاف كما كتشوفوا صاف تسجيل، غياخد واحد شويه الوقت، وهنا الدامبر غادي كما كتلاحظوا الدامبر ديريكت ومعطاني هو ريليس كونفيك فيلد، علاش؟ لانني سديت الثغره ديال الويب بي اس، وربما ان الويفي غادي يتغوى ديماغ، الويفي غادي يتسد وغادي يتحل، لان الثغره ديال الويب بي اس تسدات كما كتلاحظوا. احنا سدينا الثغره، واي واحد غادي يجيب الفا ديالو غادي يجيب اللوجيسيال ديالو باش يضرب لك الويفي ديالك، ما غاديش يضربو بشرط انك ما تكونش بشرط انك تكون عارف بان كل الكود صحيح وفين كتدخل الكود ديالك، لان يقدر يستعمل معك الاداه ديال لانسيد او فليكسون اللي هي ايفيل توين اتاك، هاد الاداه هذه شنو كتعمل؟ كتعمل انك كيخرجك من الويفي ديالك، من بعد كيدخلك في الويفي ديال اللي تلقاه الفا، من بعد كتكونيكتا معاه انت، وهذه شرط خص يكون المستهدف قريب ليك، يعني خص يكون لا تستهدفو قريب ليك بزاف، من بعد كتلقاو الاشاره ديال الويفي كيتكونيكتا مع الفا ماشي مع الويفي ديالو كما قلنا، بنفس ادريس ماك بنفس السميه بنفس كلشي، ومن بعد كتكونيكتا مع كيقول لك دخل الويفي، انت فين كتدخل الويفي؟ كتدخلو في الصفحه ديال المتصفح، وهي كتدخل الكود ديال الويفي في الصفحه ديال المتصفح، اين فوا تدخل الكود ديال الويفي في الصفحه المتصفح غادي يطلع له في الاداه ديالو. حنا ما بغيناش نطولوا الفيديو نبقاو نشرحوا هادشي هذا بزاف، لان صراحه قديم هادشي شويه، ولكن الناس باقي كطيح في هاد الفخ هذا. المهم استفدتوا معلومه بسيطه، ما عليكم الا اشتركوا على قناتنا باش ان شاء الله تستفدوا معنا اكثر المواضيع المقبله. تحياتي لكم. Oh.